بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن. في هذه الحلقة 87 بعد 108 نتناول آيات من سورة الأعراف. الله تبارك وتعالى يعلمنا آدابا عظيمة. أول هذه الآداب أن نستتر بستر الله، غطي العورة. ما ينفعش ولد يصلي بفانيلا حمالات مثلا، يقولك العورة الراجل من السرة للركبة، بس ما ينفعش أصلي بفانيلا حمالات. نهى رسول الله أن يصلي الرجل وليس على عاتقه ثوب. ساعات تخش على شاب بيصلي بفانيلا بحمالات وشورت، إيه يا عم ده؟ يقولك العورة من السرة للركبة. يا عم استتر بستر الله. نهى رسول الله أن يصلي المرء وليس على عاتقه ثوب. طب ده الشاب، بنقول له لو سمحت لما تصلي على الأقل يعني تبقى بنص كم، ولو إن الراجل ما بيلبسش بنص كم أبدا، لا صيف ولا شتاء. يعني مفيش راجل محترم بيلبس نص كم، لا صيف ولا شتاء. طب ده الراجل. طب في بنات تبقى قاعده بتصلي لوحدها مثلا في اوضه وقافله على نفسها ولابسه جلابيه قصيره. طب طبعا احنا اتفق العلماء انه اذا انكشف من العوره اكثر من 4 صوابع فوق الكعب بالنسبه للمراه، لو انكشف اكثر من 4 صوابع فوق الكعب وهي بتصلي صلاتها باطله. طب واحده بتصلي بجلابيه قصيره ولما بتركع مش ال4 صوابع فوق الكعب، ده 4 صوابع فوق الركبه بيبان. وبعدين بتعملي كده يا فلانه؟ لا ما انا قافله على روحي وحد شايفني. قافله على روحي يعني انت لو قافله على روحك تصلي عريانه؟ يعني ممكن اصلي عريان ملطم وما حدش شايفني؟ الله، استتروا، من استتر ستره الله. ده احنا بنستتر عشان الشياطين ما تلعبش بعورتنا. يعني ينفع وانا قاعد في بيتي لوحدي، اقعد عريان؟ ينفع؟ ما ينفعش، اروح النار. ازاي الكلام ده؟ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، عوراتنا ما نبقي منها ونذر، نغطي العورة ونكشفها. قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو موالك، عند الجماع بس، ما ينفعش واحد يقعد عريان. طب ما ينفعش في الصيف كده في الحر ناب فانيلا بحمالات وشورت؟ في أولاد كتير وبنات كتير بيناموا كده بفانيلا بحمالات وشورت وبعدين يعملوا بيب على روحهم، تبول لا إرادي. ينفع؟ ما آباء وأهالي إيه؟ جميلة. مع إن لابد أن نستتر، لازم الولد نايم والبنت نايمة يبقى لابس بنطلون طويل، ها، وبكم، ولد أو بنت، صيف أو شتاء. ليه؟ علشان الشياطين بتعبس بعورته يقوم عنده كوابيس ويعمل تبول لا إرادي. إيه الكلام ده؟ أي واحد فينا بيشوف كوابيس في الليل ويصحى يقول للحد، يقول له: بس لازم ما كنتش متغطي كويس، يبقى اتغطى قبل ما تنام. طب ما تعود الأطفال إن هم يناموا متغطيين. ما تعمل هدوم طويلة للبنات صيف وشتاء، ما ينفعش العورات تتكشف في النوم، لا صيف ولا شتاء. موضوع ستر العورات موضوع مهم، عشان كده ربنا بيقول في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. الشيطان عاوزنا نقلع هدومنا في البيت، عاوزنا نقلع واحنا نايمين نقلع. واحد يقول لك: أنا دايما لما باجي أنام بنام عريان خالص خالص، مش خايف من الروماتويد، مش خايف من لسعة البرد. ما ينفعش، يعني لازم البس ان شاء الله هدوم خفيف صيف او شتاء، لازم تغطي العورة، ايدين ورجلين، ولد وبنت. امتى الانسان يكشف عورته؟ في الحمام، هو بيستحمى ويطلع بسرعة، وما فيش واحد يقعد في الحمام ساعة. اللي يقعد في الحمام ساعة يتعالج، وإلا تلبسه عفاريت الدنيا كلها ومش هنعرف نطلع منه حاجة. انا داخل الحمام اعمل براز واخرج بسرعة، داخل استحمى بسرعة، أقصى مدة 10 دقايق بتستحمى أو بتعمل براز. طب في واحد بيقعد في الحمام ساعة، ده يتعالج، ده مريض يتعالج، عنده إمساك ياخد علاج للإمساك، بيحب يقعد في الحمام عريان ويغني هيروح النار، ده بيت شيطان. عشان كده مهم أوي موضوع ستر العورات ده، موضوع ستر العورات مهم في الحمام، في البيت، في النوم، في الشارع. في ناس بتبقى ماشيه في الشوارع وراكب عربيات قلع هدومها، وفي واحد واقف في البلكونه واقف بفانيلا بحمالات وشورت. انت بتوري الناس كمال العظام، بتوري الناس عظمك، مش عارف بتوري الناس ايه، استغفر الله العظيم. فموضوع ستر العورات موضوع مهم. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاته. شغل التعري والتكشف ده شغل عفاريت. الجماعة الفنانين يجي كل واحدة بتغني أول ما تطلع كده مثلا تلبس محترمة. كان زمان في فنانات كبار بيغنوا أو كذا كانوا بيلبسوا كم وطويل كده. يعني اليومين دول في صناعة النجم، صناعة الفنان،
صناعة النجم وصناعة الفنان، في مجموعة من اللبيسة، مجموعة من الناس وظيفتها انها تقلع الفنانة وتعريها وتعري شعرها وتعملها، لدرجة ان واحدة كانت في عز الشتاء في شهر يناير عاملة حفلة في عز التلج وقالعة، الناس كلها لابسة تقيل جدا والفنانة اللي بتغني قالعة لابسة قط. ليه؟ بتقول والله انا كان نفسي البس طويل بس هم قالوا لي اقلعي عشان تبقي مثيرة اكتر. اقلعي هدومك، يبقى احنا بنقلعها في الاغاني، بنقلعها في الاعلانات، بنقلعها عشان نحطها سلعة رائجة، ده ما يرضيش ربنا. عشان كده ربنا بيقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، عشان نبقى صنف صنف كده وعريانين مع بعض ونعمل حفلات ديسكو وفي الأفراح بتاعتنا البنات ترقص مع الشباب ونبقى خلطبيطة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. المؤمن عارف إنه مستور بستر الله، مستور قبل ما ينام بيتغطى، مستور وهو في الحمام، مفيش واحد يقعد في الحمام أكتر من 10 دقايق، لا ولد ولا بنت يتخبط عليه، عنده إمساك يتعالج، بيحب يقلع ويقعد في الحمام يتعالج، وإلا هيتلبس بالشياطين ويتجنن بدري بدري. كلام مهم، مندور على حد يعالجه ملوش علاج في الطب. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لما تلاقي حد يعمل حاجة غلط يقول لك ما هو الناس كلها بتعمل كده، ها الناس كلها بتعمل كده، واحد رايح شاطئ عراه وقلع، يا عمي انت بتعمل ايه؟ ما الناس كلها قلع ايه؟ واحد واخد زوجته كده ورايحين في حفلة كلهم بيرقصوا مع بعض، تسمح لي ارقص مع زوجتك؟ ما الناس كلها بتعمل كده. جماعة في السلك الدبلوماسي وبعدين في احدى السفارات وبعدين طبعا رقص وخمر و يا جماعه ده ما يصحش، انتوا دوله اسلاميه، الناس كلها بتعمل كده، كل السفارات كده، كل السفارات كده. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء. اوعى تقول الناس كلها بتعمل كده، قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. أمر ربنا أمر بإيه؟ قل أمر ربي بالقسط، أمر بالعدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لو بتحب ربنا حب بيوت الله، ولك عند كل مسجد جديد دعوة مستجابة. في ناس بتحب المساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد، أذن الظهر وأنا هنا أخش أصلي في الجامع ده أول مرة، أذن العصر وأنا في حتة تانية أخش أصلي في هذا المسجد لأول مرة، أذن المغرب وأنا في كذا، ورجل قلبه معلق بالمساجد مش بمسجد واحد. في ناس عايشة في بلادنا ما بتصليش غير في مسجد واحد وفي مكان واحد، يروح الجامع وقعد في المكان بتاعه، مع ان ده في نهي شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الموطن الواحد كمعطن البعير، لا في البيت ولا في الجامع، ما ينفعش تصلي في مكان واحد. لا يصلين احدكم في المكان الواحد كمعطن البعير، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حضرتك تصلي في مكان وتقول ده مكاني، هو ده الجامع اللي بصلي فيه بقالي 50 سنة وبنزل اصلي في نفس الحتة، والست تروح تصلي في الجامع في نفس المكان، ما ينفعش، لازم تغير المكان، لازم تغير المكان حتى في الصلاة حتى في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعوا صلاتكم على البيت. يعني وزعوا، انا صليت هنا ركعتين في الأوضة دي وركعتين في الأوضة دي وركعتين في الأوضة دي، بتكلم عن قيام الليل، ها، وركعتين في الأوضة دي وركعتين، املى البيت كله ذكر وقرآن، مش انت بتصلي في اوضه واحده وبقيه الاوض مليانه عفاريت، ما ينفعش. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ قل امر ربي بالقسط، ربنا امر بالعدل. واقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لو بتحب ربنا عمر المساجد. بنات وستات ماشيه في الشارع عشان تتفسح والصلاه اذنت، تروح البنات والستات داخله تصلي. المشايخ افتوا بان الستات ما تصليش في الجامع. ازاي الكلام ده؟ يعني تتفسح تتفسح وتروح تشتري حاجات ولما يجي ميعاد الصلاه ما تصليش؟ يعني كان في واحده وهم ماشيين جه ميعاد الصلاه فقالت لهم يعني 10 دقايق بس اخش اصلي المغرب واطلع، فهم مش عاوزينها تصلي لدرجه ان هم قبل ما يخرجوا بياكدوا عليها مش عاوزينك تخش الجامع تصلي، احنا مش عاوزين جوامع، خلي بالكوا ده مسلمين، مسلمين مش عاوزين الجامع. امال هنخش الجامع امتى؟ هنخش الجامع لما نموت، لما نموت، لما الست تموت ناخدها نصلي عليها في الجامع ونروح نحطها في الطين.
طب نروح الجامع امتى؟ نروح المسجد الحرام والمسجد النبوي. تروح المسجد الحرام والمسجد النبوي وانت ما دخلتيش جامع قبل كده؟ تعملي حج وعمره وانت ما عرفتيش يعني ايه جامع؟ فطبعا يعني حاجه تجنن، الناس رايحه تعمل حج وعمره والمسجد الحرام والمسجد النبوي وهي ما دخلتش جامع قبل كده، ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ وبعدين تقول لها ايه؟ احنا خارجين رايحين نتفسح ونشتري حاجات، واوعي تقول انا داخله الجامع. وبعدين فلما قالت لها مش هنخش الجامع فزنت، عايزه تعمل بول وبراس. إيه؟ لا، قالت لها ما تخشش الجامع. قالت لها فين الجامع؟ انا عايزه اخش. قالت لها ليه؟ ما انت قلتي مش هنخش. قالت لها انا مزنوقه عايزه اخش الحمام. فدخلت الجامع تعمل بول وبراس. ايه رايكم نخش الجامع نعمل بول وبراس ونخرج؟ تبقى الجوامع بقت دورات ميه؟ نحول الجوامع لدورات ميه؟ ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.